شنو انت بس للضيف يعني نطلع احنا يا اخوي نطلع قول لنا طلعوا استاذ انت مو حاسب الوقت صار ساعتين انا تفاجئت شفتك موضوع مهم هذا يعني. انا تفاجئت شفتك انت مو بكهرباء ايش اعرف عنك انا رجل اقتصاد انا رجل انا رئيس تحالف الاقتصاد العراقي يعني العفو الشغل يعني ما تعرف الميجاوات شلون يصير زين انت حضرتك انت كهرباء اختصاص كهرباء حضرتك لو كنت صاعد على المنبر وكل احترامنا للمنبر اصعد على المنبر ولا زلت مهندس كهرباء خريج هندسه قدره انا قدره انت ما تدري خريج هندسه قدره باور قدره تمام خاف ببالك تمام انت المنبر يشرفنا ويشرف اكبر واحد ولا زلت